يا نهار اسود، نحنا والقمر جيران، بيته خلف تلالنا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتاخرت عليا شويه، يعني حوالي ساعه 86 دقيقه بس، يعني والله استناك اكتر من كده كمان. انا كتير دعت هون من هون لهون. دعتي بعد الشر عليك من الضياعه، يكشي كلنا انا ومراتي والمنطقه كلها من الضياع. بعد الشر عليك تهتي، قصدك يعني تهتي بالمصري. حلاوتك في المصري، حلاوتك في المصري، والله انت نورتني. يمكن وانت داخله انت شفتي النور بيرعش كده في المنطقه، عشان احنا مش واخدين على الضغط العالي ده، احنا يعني سهاري دايما كده في الضعيف. والله اهلا وسهلا. عموما يعني انا سعيد ومبسوط ان القضيه بقت في ايديا، والحمد لله ان احنا روحنا شفنا السبا وعيننا الثغرات ثغره ثغره، كل ثغره احلى من التانيه. الحقيقه يعني انا كنت كل ما اشوف ثغره اقول دي احلى واحده، دي احلى ثغره في القضيه، يطلع احلى منها والله العظيم. فالحقيقه يعني انا يعني سعيد، انا مبسوط جدا جدا بجد، وانا هاخد القضيه دي بالنسبه لي قضيه حياه او موت. عن جد مسيو عم؟ طبعا عن جد يا خبر، بعد المسيو دي طبعا عن جد، طبعا يا فندم طبعا. والكلام ده انا مش بقوله لاي حد والله ابدا ابدا، يعني يعني واضح انك بتقوله لكل الموكلين تبعك. انا يكش يا رب بعد ما فتنا مراتي، ما حصل، عمري ما اقول الكلام ده. ورحمه فتنا ما طلع من بوق الموكله، واحنا بيجي لنا موكلات اصلا في المكتب. خليني ساكت بقى يا شيخه، اسكتي. ما فيش حاجه، ما اقصدش حاجه، لا اقصد يعني انك منورانا والله العظيم، وان باذن الله ربحانه كسبانه باذن الله. عن جد مسيو عم؟ عن جد طبعا يا بنتي، انا ما بتكلمش معاكي غير عن جد والله، انا ماسك نفسي بالعافيه، فخليني يعني عن جد، خليني بقى عن جد، انا ماسك نفسي بالعافيه يعني. عموما انا بس لما جيت عندك الاسبا لاحظت انك بتتعاملي مع الناس بطيبه زياده، في 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 حنان زياده. وهذا اللي مضيعني والله، ده اللي مضيعني انا والله العظيم. لاحظت كده ان في تعامل كده بمنتهى السيبان كده. عن جد؟ عن جد طبعا، عن جد، ده جد وستين جد. مش احنا برضو متفقين؟ اكيد متفقين يعني؟ اكيد. طيب هو الموضوع ايه غير ايجاب وقبول يعني؟ بليز قل لي استاذ عم، قديش الاتعاب؟ ايه؟ الاتعاب؟ يا كنتش اتخيل ابدا انك تشتميني. شو؟ انا سبيتك؟ هو انت لما تكلميني في الاتعاب تبقي تشتميني؟ لا، شو ما يصير يصير، بزنس از بزنس. يبقى 1268 جنيه. اوكي اتفقنا. اتفقنا ودايما متفقين يا رب، النهارده وبكره وطول العمر. قولي ورايا، زوجته كنفسي. شو؟ لا انا اسف، دي قضيه تانيه. اخش امتى؟ خش في اي وقت. هو انا جاي لكم البيت؟ ما انا بفرش لك. تفرش لي يا حبيبي؟ مش المفروض تسلمني مقام اقول منه؟ اسلمك؟ هو في حاجه في المزيكا اسمها سلمك؟ ايه اللي في حاجه في المزيكا اسمها سلمك؟ ايه يا حبيب، ده هي المزيكا سلمك مقام المفروض. ما خدناهاش في الاوبرا. اوبره ايه؟ ده مدان الاوبرا اللي انت بتروح. لا، في الاوبرا نفسها. في جنينه الاوبرا. ها بتقعد انت بقى وزمايلك تعزفوا كده. يلا حبيب ركز يا حبيب، ركز. هات يا حبيبي البتاع دي. لا لا، ايه دي؟ نعملها صناره افيد لنا والله. ما تقطعش احلامي. احلامك ايه يا حبيبي؟ ما تقول من تحت، ورق يا حبيب. هورق. حاضر. يلا. يلا يا حبيبي، يلا بقى. يا مستفزة اتركيني، يا مستفزة ودعيني، احضنيني دمعيني ابعديني قربيني، انت الذي
ليس تتركيني. ايه القرف ده؟ دي وحشة؟ أوي. ليه ده؟ أنا حاسس إنها هتطلع ترند. كلمات ملهاش معنى يا حبيب. الواد إبراهيم بلاميطة منزل تراك فتاك، أنا عايزة نفسه. يعني أنت عايز كلمات مش شات. صح؟ أمال أنا عايز إيه؟ ما أنا قاعد مستني إيه من الصبح؟ نزل رجلك يا ابني بتاع الكبدة. أنا مألف. أنت إيه؟ مألف كلمات. مألف كلمات؟ أيوة. قول يا مألف. ألف يا مألف. يا جت عليك يا حبيب قول. بحبها. حلو. بس لا. ليه؟ يمكن أكون بحبها. كويس. ويمكن لا. ليه التردد يا ابني؟ يمكن تكون بتحبني. ويمكن لا. انت عرفت ازاي؟ عرفت دي القهوة كلها عرفت العلاقة. ايه ده؟ طب ما انت مشيت معايا من الاول ليه؟ يعني انت عايز كلمات تلمس قلب الناس. امال ايه يا حبيب؟ انا عايز بقول لك انافس. صباح الفل يا رجالة. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ها رجاله قدروني عيب، انا بسالكم عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ فتردوا عليا يعني. تمام حلوين. حلوين تمام. بنقول لك تمام. اه حلوين الحمد لله. مالك عامل كده ليه؟ زماره اصحى بقى كده وفوق، عشان الفتره اللي جايه دي احنا داخلين على شغل صعب. انا عايزك تهتم بنفسك. حبالك الصوتيه معضعضه وصوتك مغشله. عايزين نهتم شويه بموضوع الشفيق والزهير. الايه؟ شفيق وزهير. شفيق وزهير. شفيق وزهير. اه ماشي ماشي. عندك انت بقى كلمات علشان اغنيها؟ عندي كلمات اغنية بس صعب عليك. قول يا عم بس لو حلوة هاخدها واغنيها. اه اسمع. هو سامع على فكرة. ليه حبيب حبه وسط الحشا؟ الحشا. إن يشأ يمشي على وشي ماشى. روحه روحي. حلو. وروحي روحه. أكيد طبعا. إن شئت يشى. إن شئت يشى. إيه خلصت كده؟ إيه رأيك؟ في إيه؟ إيه رأيك؟ في ايه؟ في الاغنية اللي انا قلتها. ايه رأيك؟ لا تتلحن ولا تتعزف ولا تتغنى ولا تتسجل. شوف استيريو، انا هسامحك بس عشان انت مش سامع اللي قلته. ايه؟ ولا سامع اللي احنا بنقوله. اقعد مع نفسك بقى وادفع الشاي. يلا بينا. يلا بينا. يلا. يابا يابا علمونا، يابا يابا علمونا، وده رقصه المجنونه. يابا يابا علمونا. حبيبتي يا بيري حلوه. انا ها ازيك يا بيري؟ وحشتيني يا بيري. ايه ما بترديش عليا ليه؟ انت زعلانه مني؟ ده انا بحبك. ده انا ما صدقت حد يسمعني في البيت ده. ليك حق تزعلي مني، بس لو بتعرفي حكايتي. حكايتي حكايتي صعبه ما تتقالش. هقول لك ايه بس، انا من صغري اتولدت كده لقيت لا اب ولا ام ولا خال ولا عم. ايوه كنت ماشيه بالشارع كده لقيطه، محدش عايز ياخدني لولا قبلتي. قبلتي امبابه ربنا يبارك لها يا رب، ربنا يبارك لها يا رب. وهي اللي خدتني. امال ايه؟ خدتني وربتني. بس ربتني بقى تربيه الحمد لله يعني، وخلتني تستغلني اغسل واطبخ واكنس ومفيش اي مليم. كبسه على نفسي. اعمل ايه بس؟ مش لاقي حد اروح فين يعني؟ اروح فين حتى لما اقول لها اخرج اشم هوا يا قبلتي؟ اشم هوا ابدا ابدا. اقعدي اكنسي واطبخي واغسلي. امال ايه؟ ومسجيني واكليني وفليني. انا اعمل ايه؟ انا تعبانه خالص. انا مش عارفه اعمل ايه يا رب. مش عارفه اعمل ايه. مش عارفه اعمل ايه يا رب. ده انت حكايتك تصعب على الكافر. ايه؟ كافر يا حبيبتي؟ انت هتشحت عليا؟ لا 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 لا. ده عارفه 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 انت بتغيري مني طبعا عشان انا موزه. ايه يعني اطول مني اعرض مني؟ لا يا حبيبتي لا. ده انا كمان هغير نشاطي. ايوه انا هسيب قبلتي وهروح اعمل لنفسي فرقه لوحدي. امال ايه؟
فرقة مباحج والأجر على الله.